الطريقة التالتة ممكن أزرع بالساق بس، يعني مش بالعقل الطرفية دي. أنا طبعا المرة اللي فاتت زرعت بعقلة طرفية اللي هي القمة النامية. طيب ممكن بعد كده آخد دي كده وأشيل كل الورق اللي عليه ده، أهي هتبقى بالطريقة دي كده. وبعد كده هقوم عقلتين يبقوا تحت وعقلتين تلاتة يبقوا فوق. آدي مثلا هنعتبر هنزرع مثلا في ده أهو، هكبس برضو التربة كده اهو. وبعد كده ادي اللي انا عملتها اهي. بس طبعا بصوا يا جماعة لازم احافظ على، يعني ادي اهو العود اهو، انا شلت من فوق قصيته من فوق وشلت من عليه كل الورق. لازم طبعا احافظ على الاتجاه ده، يعني لازم يبقى زي ادي انا قصيت طبعا القمه الطرفيه من هنا، فلازم طبعا العود يبقى كده، ما زرعوش كده. طبعا لو زرعته كده عمره ما هيطلع اهو. طبعا العقد اللي تحت هتحول لجذور، والعقد اللي فوق هتطلع طبعا براعي مرقيه. ادي اهي هنزرعها برضو اهي، ده كده اتجاهها اهو. هنعمل كده، هجيب برضو هنقي عود خشن كمان اهو، هشيل كل الورق اللي عليه وهقص كمان القمة دي كده. انا زرعت بالصاق اهو اهو. اهو هشيل كل الورق اللي عليه واقص اللي فوق دي واقوم حاطه كده بس، وهزود بقى شويه تربه حواليه. بعد كده هرويه طبعا زي ما قلنا يا جماعه، لو احنا عندنا برد لازم اغطيه بكيس بلاستيك، لازم اغطيه بكيس بلاستيك، واحطه طبعا في مكان شايفاه ضوء الشمس او اشعه الشمس، لكن مش اشعه الشمس مباشره طبعا. طيب الطريقه بقى، احنا طبعا زرعنا الاول بالجذور، وزرعنا بالعقد او بالاطراف، وزرعنا بالساق. ممكن بنزرعه كمان بطريقة الترقيب. ازاي؟ ان انا عندي اهو ادي حاجة طبق اهو، ولازم برضو اخرمه من تحت، طبق قديم عندنا في البيت او حتى من الاطباق الرخيصة يعني من السوق نسترخص يعني، اهي متخرم اهو يا جماعة اهو، حملات تربة طبعا هسرع الفيديو على ما املى التربه. ممكن يا جماعه ازرعه زي كان برقده كده اهو. ادي النعناع اهو كله هشيل من عليه كل حاجه اهو، لو اتبقى ورقه ولا حاجه، بس الافضل طبعا اشيل كله واقوم حاطه كده. او برضو هنقي يا جماعه العود الخشن شويه اهو، هشيل كل الورق اللي عليه واقوم حاطه كده اهو. طبعا لو اتسابت ورقه ولا حاجه فيه مفيش اي مشكله يعني، ده الورقه دي بس مش كتير طبعا، ده الورقه دي بعد كده هتتحلل وهتتحول لكمبوست، هتبقى غذاء للنبات نفسه اهو. شيل كل اللي عليه اهو واقوم حاطه كده. والساق برضو يعني شغال ما بيقولش لا يعني، بس دي طبعا طريقة متجربة وناجحة برضه. وزي ما قلنا يا جماعة ننقي العود الخشن، كل طبعا ما العود هيبقى تخين شوية هيبقى أفضل. طبعا في ديت بقى العقدة دي يا جماعة، العقد اللي زي دي
دي كده منها هيتحور هيبقى جدر، ومنها هيتحور يبقى ساقط او هيتحول يعني. اهو فردته كده ممكن كمان مع الطريقه دي ازرع برضو، لقيت عقله طرفيه كويسه اهو اهو. هاخد ده العود ده اهو عشان كل اللي عليه، واخد ده اخد العقله الطرفيه دي اهي اغرزها هنا اهو، وده مثلا احطه كده اهو. ده بقى بجذوره كل حاجه اهو. هاخد العقله الطرفيه دي، دي طبعا هشيلها كده وارصها كده، والعقله الطرفيه دي هغرزها كده اهو. اهو ممكن دي كده هغرسها كده طبعا كده. انا زرعته زي الترقيد كده، ودي طبعا عشان كبيرة ممكن اعمل فيها اكتر من طريقة، وطبعا ان شاء الله باذن الله كلهم هينجحوا. بس زي ما قلنا يا جماعه، اهم حاجه لازم في الجو الساقع ده ادفيه. لكن طبعا لو في شهر 3 او 4 او شهر 5 هزرعه عادي طبعا من غير ما ادفيه. مفيش اهو، عود خشن كمان حلو اهو اهو، هقوم حاطه كمان هنا اهو. وبعد كده هقوم مغطيه مثلا حوالي 2 سنتي مثلا تربة ولا حاجة اهو. كده طبعا الطبق ده فيه طريقتين، طريقة طبعا العقلة الطرفية وطريقة الترقيد اهو يا جماعة. بس طريقة سهلة جدا جدا، لو طفل عنده 6 سنين ممكن يزرعها اهو. وبعد كده هرويه طبعا. اول رايه يا جماعه لازم تبقى رايه مشبعه لغايه لما الميه تنزل من تحت. بعد كده هجيب برضو كيس مناسب كده كيس مناسب لحجم القصيص اللي انا زرع فيه اهو زي ده اهو، ده مناسب جدا طبعا، ده كبير. برضو اجيب خلاط اهو من الجنب اهو عشان ابقى ضامن طبعا ان الهواء ما ينزلش طبعا الكيس ده. اهو شا حواليها كده اهي. وبعد كده اقوم ملبسها الكيس ده. طبعا الكيس ده كبير شويه بس هو ده المتوفر دلوقتي اهو.
هلبسها دي كده. ده يا جماعة كأنه بيزرع النعناع في صوبة. وهي طريقة ناجحة جدا ومضمونة جدا جدا جدا. يعني إن شاء الله بإذن الله بنسبة، طبعا هو كل حاجة بأمر ربنا وبإرادة ربنا، لكن بنسبة 99% إن شاء الله بإذن الله طريقة ناجحة. أهو. طبعا اقفله كويس واحكم قفله كويس، حتى الم الكيس ده تحت كده اهو، وبعد كده برضو احطه في مكان تحت حيطه تحت البلكونه اهو. وادي لميت الكيس اهو، لان طبعا مش هينفع استك، لكن طبعا ممكن لو انا عاوز اضمن عدم طبعا دخول هواء خالص، طبعا مفيش استك هيجي على قد ده. هي اهي الميه بدات تسرب اهو، يعني صرفت زياده. بقى يا جماعه سوليتيب عندنا اهو يا جماعه، باي سوليتيب عندنا اي لزق اهو، واحكم القفل كويس عشان بيتهوى كلها بس، وكأني زرعتها في صوب. وزي ما قلنا يا جماعه ما اقلقش عليها يعني. طبعا انا بعمل يا جماعه الكيس ده، ده لو المنطقه اللي انا قاعد فيها فيها هواء جامد، فيها برد جامد في اليومين دول. لكن طبعا لو انا بعمل الكلام ده في شهر 3 او شهر 4 مش محتاج اي حاجه طبعا من الكلام ده. طبعا دي كده يا جماعه كل طرق زراعة النعناع. ويا ريت يا جماعة نكون فدناكم، ويا ريت نكون خفاف على قلبكم، ويا ريت لو شفت أو شفت إن أنت استفدت من الفيديو ده، يا ريت طبعا اشترك في القناة، ويا ريت طبعا تفعل زر الجرس، وطبعا تدعمنا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.